رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وملائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا ترسلوا فواشيكم ولا صبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترسلوا فواشيكم، يعني الإبل، البقر والأغنام والإبل والأشياء اللي كانت موجودة، والصبيان الأولاد الصغار، حتى إذا غابت الشمس عند الغروب، عند الغروب إذا غابت الشمس، ها وقت غروب الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء. فحمة العشاء اللي هي ظلمة العشاء، يعني عشان كده بيقولوا بين المغرب والعشاء بيسموها فحمة العشاء، وبين العشاء والفجر بيسموها العسعسة، والليل إذا عسعس والصبح إذا إيه؟ إذا تنفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدينا توجيهات هنا، نمنع أولادنا أن ينزلوا في الشوارع ويلعبوا عند غروب الشمس لحد إيه؟ لحد وقت العشاء. ليه؟ لأن الجن بينتشر في الوقت ده، وإذا الجن انتشر في الوقت ده، الجن يعني أجسام خفيفة وطفيفة، ممكن يأذي الأولاد، ممكن يأذي الأولاد ويأذي المواشي والأنعام. مهمة جدا. الجن ليه قوة بس يعني محدودة. الرسول عليه السلام مثلا قال في الحديث الجن ما بيعملش معجزات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. دي واحد، الشيطان ما يقدرش يتمثل في النبي. أوصانا نحن نغلق الأبواب عند النوم، أوصانا نحن نطفئ السرج النار عند النوم، أوصانا نحن نوكي القرب يعني المية نغطيها والأكل نغطيه عند لما نيجي ننام. مهم جدا. أوصانا نحن نخش الحمام برجلنا الشمال ونقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث اللي هي الذكور الجن، والخبائث إناث الجن. ليه؟ عشان إحنا ما نتأذاش من الجن أو نأذي الجن. مهم جدا دي. وأما نيجي ننام معروف برضو ان احنا ايه، بسم الله بسم الله بسم الله على الفراش كده ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء السميع العليم، ممكن او تقول بسم الله وخلاص، او تنام على جنبك اليمين وتتوضى وتكون متوضي وتقرا المعوذات قل هو الله احد ثلاث مرات، وتنفذ كده ثلاث مرات على جسمك، قل اعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات. نام على جنبك اليمين، ما تنامش على بطنك يا اختي اللي بتنام على بطنك، اللي بتنام على بطن امه اهل النار ونمت الشيطان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا، بيقول للناس اللي بيحبوا يبصوا في المرايا كتير قوي، خصوصا الستات، المرايا دي فيها شطان على فكره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا ننظر الى المراه يعني بكثره، خصوصا الستات. للاسف الشديد بتشوف الحمامات دلوقتي كلها ميررز يعني مرايات، وبتشوف غرف في النوم وتلاقي ايه ست قاعده وبتكلمك وعينها في بتبص على نفسها وكذا، فهذا فيها شيطان. الشيطان ممكن يعني مصيبه. اقروا تعلموا، لازم الإنسان يعرف يعني سبحان الله عشان يحمي نفسه من الشيطان. ما هو مشكلة أن الشيطان عدوك وعدوك مش شايفه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعشان أنت لا تأذيه ولا يأذيك بتسمي، واحد بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله كده بتسمي، بتذكر ربنا لما بتدخل بيتك عشان الشيطان يقول لا مبيت ولا عشاء الليلة كده، يعني بتسلم على أهل البيت وعلى نفسك. حاجات مهمة جدا كده. اقروا يا جماعة في الأذكار للنووي وكتب الأذكار والأشياء دي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شر الجن والإنس، أمين. هو قال في الحديث صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم ثاني: لا ترسلوا فواشيكم ولا صبيانكم صبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.